الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. قد تكلمنا عن هذا الحديث وبيان تكلمنا فيه وفي بيان أحكامه، وهناك بعض المسائل المتعلقة أيضا، وقد ذكرنا منها أن الصلاة في المقبرة لا تصح بحال، الصلاة في المقبرة لا تصح بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، وقال صلى الله عليه وسلم: الأرض طهور إلا المسجد إلا الحمام والمقبرة، إلا الحمام والمقبرة. وهذا الحديث أيضا قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، دل على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. ومن المسائل التي يعني ذكرها بعض الإخوان ولم تذكر في الدرس السابق هي صلاة الجنازة في المقبرة. صلاة الجنازة في المقبرة جائزة كما دلت عليها الأدلة، والجنازة إذا أريد الصلاة عليها إما أن تكون يعني لم تقبر، وإما أن تكون قد قبرت. فأما إذا كانت الجنازة لم تقبر فهذا لا إشكال فيه، صلى عليها ولو في المقبرة، صلى عليها ولو في المقبرة. وأما إذا دفنت فأيضا دل الدليل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، صلى عليها بعد أن دفنت. وبعض أهل العلم في المسألة الأولى يقولون لا يصلى على الجنازة إذا لم تقبر، يعني لا يصلى عليها داخل المقبرة، يصلى عليها خارج المقبرة. فالجواب في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة وهي مقبورة، فمن باب أولى أنه يصلى عليها وهي لم تقبر. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في الصلاة على الجنازة إذا لم تقبر في داخل المقبرة، بين مانع وبين مجيز، ولكن كما ذكرنا أن الصواب فيها أنه يصلى على الجنازة داخل المقبرة سواء قبرت أو لم تقبر. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن الجنازة إذا قبرت يعني دفنت، هل يصلى عليها في وقت النهي أو لا يصلى عليها في وقت النهي؟ أما إذا لم تقبر فإن صلاة الجنازة هنا من ذوات الأسباب، فيصلى عليها ولو في وقت النهي. لكن إذا قبرت هل يصلى عليها في وقت النهي أو لا يصلى عليها في وقت النهي؟ هذا أيضا على خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أنها إذا قبرت يعني دفنت وقد صلي عليها من قبل أنه لا يصلى عليها في وقت النهي، لأن هنا لا تكون من ذوات الأسباب، لأن السبب الجنازة وقد صلي، وهنا لا يوجد سبب حتى يصلى عليها في وقت النهي. وبعض أهل العلم يقول هي داخلة في ذوات الأسباب سواء صلي عليها من قبل أو لم يصلى عليها من قبل، ولكن بلا شك أن الأحوط في مثل هذه المسألة بالذات أنه لا يصلى على القبر يعني في وقت النهي، إذا كان الجنازة قد صلي عليها قبل ذلك، صلي عليها في غير وقت النهي. ولكن لو صلى فإنه لا بأس على الصحيح من قولي أهل العلم. هذا مما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ثم قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وهذا الحديث الذي تكلمنا عنه في الجلسة السابقة، ومما يستفاد منه أيضا أن من أعظم العلم العلم بالقرآن، العلم بالقرآن من أعظم العلوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر
أبي بن كعب وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، لأنه عرف أعظم آية في كتاب الله، وهي سورة البقرة، وهي آية الكرسي في سورة البقرة. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، لما فيها من التوحيد الخالص وذكر أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، فكانت هي أعظم آية في كتاب الله، وهي أعظم آية على الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، لما فيها من هذه الأسماء وهذه الصفات لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث طويل ولكن فيه فوائد عظيمة سنذكر بعضها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يعني زكاة الفطر. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، يعني يأخذ من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فخليت عنه، يعني تركته بسبب ما احتج به، فرق له أبو هريرة، قال: أنا ذو حاجة وذو عيال، فرق له أبو هريرة وخلى عنه وتركه. قال أبو هريرة: فخليت عنه فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن قد يطلعه الله على شيء من الغيب، فأطلعه الله عز وجل على هذا الأسير الذي مسكه أبو هريرة. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: قلت يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصدته، يعني ترصد له إذا جاء ليمسكه. قال: فجاء يحث من الطعام، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. فقال: إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحث من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. فقال: دعني، فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، يعني جزاء ما علمه. قال: فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة قلت: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن من فوائده جواز إخراج زكاة الفطر قبل ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة على زكاة الفطر، وهذا الشيطان جاءه ثلاث مرات. فاستدل العلماء رحمه الله تعالى بهذا الحديث على جواز إخراج الزكاة قبل ثلاثة أيام، قبل ثلاثة أيام من يعني من قبل ليلة العيد. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجونها قبل يومين، أيضا قبل يومين من العيد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، وهو المراد من هذا الباب، هذه الآية العظيمة، أن هذه الآية العظيمة
حصن لك أيها العبد من شياطين الإنس والجن، فمن قرأها قبل أن ينام إذا أوى إلى فراشه حفظه الله عز وجل وجعله حافظ يحفظه حتى يصبح. وهذه الآية لا تأخذ منك دقيقة إذا قرأتها، فعلى المسلم أن يحرص على هذه الآية العظيمة قبل أن ينام، وأن يحرص عليها في دبر كل صلاة، فهي حصن حصين لك من الشياطين. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الشياطين شياطين الجن قد يسرقون، فهذا الشيطان سرق من الزكاة، هذه سرقة. فلذلك على المسلم أن يحرص على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء حصن لك ولمالك ولعيالك. فإذا حفظت على أذكار الصباح والمساء لا تتسلط عليك الشياطين، لا في نفسك ولا في مالك ولا في عيالك، لأنك في أدعية الصباح والمساء تدعو بأن الله عز وجل أن يحفظك ويحفظ عليك مالك وعيالك. والله عز وجل لا يخيب عبده، والله سبحانه وتعالى يحقق وعده لعبده إذا صدق. فأنت إذا حفظت على أذكار الصباح والمساء فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى أنك تحفظ في مالك وفي عيالك وفي نفسك من هؤلاء الشياطين. فهذا الشيطان جاء وسرق، فهذا مما يستدل به بعض أهل العلم على أن الشياطين قد تسرق المتاع، قد تسرق الطعام، ولا ينجيك منها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى وتعليق القلب بالله سبحانه وتعالى. لأن الشياطين مهما قويت فالعبد المسلم أقوى منها مهما كان في الشياطين من قوة، فإن هؤلاء الشياطين يخنسون عند ذكر الله. الشيطان وهو رأس الشياطين إذا ذكر الله خنس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال ابن عباس يخنس إذا ذكر الله، إذا ذكر الله خنس الشيطان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقت الباب وسميت الله لا يفتحه الشيطان. انظر إلى هوان الشيطان، لا يستطيع أن يفتح بابا مغلقا ذكر اسم الله عليه. فهذا دليل على أنه في هوان، ولكن في مقابلة من؟ في مقابلة من كان إيمانه بالله قويا، ومن كان متمسكا بالأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، المحافظة على الصلوات، الأذكار التي تقال في أوقاتها. يعني مثلا دخولك البيت لا تنسى الذكر المخصص لدخول البيت، لأنه من أسباب طرد الشيطان. فإذا لم تذكر اسم الله دخل معك الشيطان. عند الطعام إذا لم تسمي الله أكل معك الشيطان، وهكذا. فالأذكار المخصوصة حافظ عليها لأنها حماية لك وحرز لك من الشياطين، حماية وحرز لك من الشياطين. فالشيطان ضعيف عند ذكر الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك مما ذكر عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه عندما قيل له عن أبيار علي التي تسمى أبيار علي، الميقات الذي يسمى بأبيار علي، وهي تسمية يعني حديثة لم تكن في السابق تسمى أبيار علي، قيل لأن يعني سميت أبيار علي لأن الجن قاتلوا عليا رضي الله عنه فسميت هذه بأبيار علي. ولا شك هذا كلام مكذوب، سميت بعد فترة طويلة من موت الصحابة والسلف. فقال الشاهد لهذا الكلام أن ابن تيمية قال إن الجن أضعف بأن يقاتلوا عليا رضي الله عنه، الجن أضعف بأن يقاتلوا عليا رضي الله عنه، وأخذ في الرد على هذه التسمية المكذوبة. ومن فوائد هذا الحديث ونختم به حتى لا نطيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث أما إنه قد صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. هذه يستفاد منها أولا أن الحق يقبل بمن جاء به ولو كان شيطانا. إذن هذا الشيطان قال حق، علم أبا هريرة حقا إذا قرأ آية الكرسي عندما يأوي إلى فراشه لا يقرب الشيطان حتى يصبح، هذا حق قبله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قبل من اليهودي عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون تقولون شاء الله وشاء محمد، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبين لهم هذا الشرك، قبل الحق.
فإذن الحق يقبل بمن جاء به ولو كان كافرا ولو كان شيطانا. المسألة الثانية أن قبول الحق من هذا المخالف أو من هذا الشيطان أو من هذا الكافر لا يعني أنك تقبل منه جميع ما جاء به، ولا يعني أنك تروج للحق الذي جاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، يعني تنبه، الأصل فيه أنه كذاب لكن جاء بهذا الحق، الأصل أنه كذاب. وهذه قاعدة خاصة لمن يتعامل مع الجن من الرقاة وغيرهم، تجد أن الجن يعطونهم بعض الصدق ولكنهم يكذبون عليهم في أمور كثيرة، وهذا نتيجة عدم العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل هو عدم الاستعانة بهم، ولكن هؤلاء أيضا مع استعانة بهم يقعون في الكذب وهم لا يشعرون. صدقك وهو كذوب، الأصل فيهم أنهم كذبة، وأنت لا تعرف صدق هذا الجني من كذبه إلا بدليل، وليس هناك دليل، هم مخلوق غائب عنك، فكيف تعرف إسلامه من كفره وصدقه من كذبه؟ ما تستطيع. قد يقول لك أنا مسلم وهو كافر، قد يقول أنا صادق وهو كاذب، فالأصل فيهم الكذب. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب ما صدقنا، ولكن الرسول يوحى إليه فقال صدقك وهو كذوب، كذوب مبالغة، يعني كثير الكذب. وهنا نستفيد هذه المسألة المهمة، أن أهل الباطل ولو كانوا من المسلمين من دعاة الباطل وعندهم مخالفات يخشى على المسلمين منها، أنه لا يروج لهم باسم أن عندهم شيء من الحق أو عندهم هذا حق وينشر، لأن ما ينشرونهم من حق إذا تعلق الناس بهم نشروا لهم الباطل الذي يريدونه. فأنت في شخصك اقبل الحق إذا جاء، لكنك تروج لهذا الرجل الذي ينشر هذه المسألة التي وافق الحق فيها وتروج لهذا الرجل، فإن هذا من الباطل، لأن الحق الذي عنده عند غيره، انشر الحق الذي عنده غيره من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الحق. فهذه مسألة مهمة جدا تختلط على كثير من الناس، لأن بعض الناس إذا قلت لهم هذا الرجل فيه كذا وكذا وكذا ابتعد عنه لا تسمع له لأنه قد يضلك، يقول الرسول قبل الحق من يهودي، قبل الحق من شيطان، قد صدقك وكذوب. نقول قل كما قال الرسول. إذا أردت ولا بد من نشر مسألة معينة قام بها رجل وعليه ملاحظات كثيرة، قل كما قال الرسول، قل هذا قال حق ولكن عنده مخالفات، احذروا المخالفات التي عنده، ما يفعلون هذا. ولكن الأصل السلام أنك لا تنشر إلا لأهل الحق، لكن إذا جاءك الحق ولو من مخالف اقبله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.